فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، رواه البخاري ومسلم. ثم صلى الله عليه وسلم كتك حديث عظيم يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. ثم صلى الله عليه وسلم أمكتازا واتكنوا تنجا أو كنوا بلنبونا katika manyozi yaliyoenea baina ya Waislamu. Ibadallah, ikawa vijana wa Kiislamu wanyoa baadhi ya sehemu wakiwacha baadhi nyingine, na usishangae ukapata ni mzazi mwenye kumshajisha mwanawe kwenye unyozi kama huo. Ibadallah,